الرسالة وليدي اللي تنوجه لقطاع الصحة، وزارة الصحة ولدي، بالأخص الوزارة. ولدي ضاع، ولدي مشى، ما غاديش ردوا ولدي، ما غاديش ردوا، ما ردوا لا بالدموع، ما غردوا ولدي لا بالغوات لا حتى بشي حاجة، ما غردش ولدي يا وليدي. ولكن الرسالة اللي كنوجه القطاع الصحي، قطاع الصحة هي اللي كنوجه لها، هي اللي كنوجه لها. الحبيبة هذه اللي بقات لي من الحبيبة، هذه اللي بقات لي، هذه اللي بقات لي، اللي مشات معاه، هذه اللي بقات لي، هذه اللي بقات لي. والله العظيم بقى فيها ريحة ولدي، بقى فيها ريحة ولدي. الرسالة الأخيرة اللي تنقول، الله يجازيكم بخير قطاع الصحة. تشوف إعادة، نعاودوا إعادة النظر في هذا القطاع الصحي اللي ولا عندنا في بلادنا. ولا الإهمال، ولا الإهمال بزاف، ولا الإهمال. عيطوا للمواطنين، راه بالشباب باغيين يديروا الخير، باغيين يتبرعوا بالدم، باغيين الوليدات يتبرعوا بالدم، باغيين الرجال الشبان والله العظيم اللي تيقول لك باغيين يتبرعوا بالدم. وليني فين كيمشي داك الدم؟ في كيمشي هذاك الدم اللي كيتبرعوا يخليوه ينقضوا به بحال هاد الحالات. الله يجازيكم بخير. راه القطاع الصحي راه متدهور، راه نازل لواحد الدرجه اللي عيب وعار يتسمع على واحد البلاد اللي في التنميه، لواحد البلاد اللي توجد فيها كل شيء، لواحد البلاد اللي الحمد لله المغرب تيقول لك تقدمات واحد بزاف د القطاعات الا القطاع الصحي. المغرب تقدم بالصح، تقدم في التوسع العمراني، تقدم بزاف د الحوايج، ولكن في القطاع الصحي غادي كيتدهور. القطاع الصحي غادي كيرجع للور، كيموتوا فيه شبان، كيموتوا فيه شباب، كيموتوا فيه شيوخ، كيموتوا فيه نساء، كيموتوا فيه حوامل. تمشي للمراه كتوضع الطفل ديالها كيوقع لها نزيف، حتى كيخرج الطفل بلا مو، كيخرج الجنين بلا مو، كيخرج ولدي مشى. ما غاديش نرد ولدي، ما غاديش نرد ولدي. الله يجازيكم.